صباح النور العشرين، صباحكم مبروك وعيد مبارك سعيد العشرين. تعيدوا وتعودوا واش ما تمنيتوا ان شاء الله. اليوم كيف عارفين العيد الاضحى ديالنا اليوم العيد الكبير، اليوم الذبيحه وداكشي، وبغيت نبارطاج معكم العيد كيفاش غندوزو، وفي نفس الوقت نقول لكم كيفاش كنت غندوزو شحال هذه. دابا يلا فقط غنهوى نشوف الحواله، باقي ما فطرتش ما والو، نشوف الحواله باش نشوف شي واحد يطلع معايا ونعرف شخص ندير دابا ونقلب على اللي يعاونني ودور بلا العشرين. باش جيت الحواله الناس كياخذوا، كل واحد كياخذ الحوله ديالو. عندي جوج ما عرفتش كي غندير لهم بوحدي، ومع الاولاد الدراري غيجيو يعاونوني، خصني القلبه اللي عاوني في الذبيحه وداك الشيء كامل. غادي نقول لكم يلاه فايق، غادي بقى معزلين مخرمز من الكويت، لان بقى الناس معزلين مخرمز. فينا من الحواله راه بقينا هما هادو، راه واحد الصوت، راه واحد على واحد. ايوا نطلعهم نقولوا تعزل اللي بغات وكل شيء ديالها، ما عنديش مشكل انا دور بلا خوش. حد حولين الاول ذبحناه، ها هو وكثرنا الحول الثاني بدما نسخوه. وغنوريكم اشنو كنت كندير ملي كنت باقي صغير شويه، ملي كنت مجوج والعيبات قبل ما نمشي انا غير في الاعوام اللي فاتت. اشنو كنت كندير في العيد؟ الناس كانت كتعيط، انا كنت كنمشي كنشوط ريوسه وكنت كنجمع ربطين. علاش؟ باش ندبر مصيريف. انا بالنسبه لي هذه الرجله، وملي كنساليو في الليل كنعاودو لابواط، والمشكلة كاع كل ما عاودين لابواط كلهم شوطين الريوسة وجابسيني كلهم، انت راه عارفو وانا عارفك. المهم غادي نوريكم كلشي طاب باري طاب. هذا هو البلان. ايا فين حوليكم؟ هادو ولا الاخر؟ الاخر. دابا عزيز اللي بغيتي دابا وين الدراري مبروك عواشة؟ مبروك العواشة حناوة عاشة. موت هذاك، الموت هذاك. المهم الاجواء كيف كتشوفوا، الجوقه وكلشي كيذبح شي كيسلخ. هذا العام ما بغيتش كاع نسخسخ، هذا العام والله عييت وكرت ديما يدار شي علاش. هذا هو البلان، نحاول يا الاخر باقي كيسلخ باقي كيذبح. فوالا الاخوات جيت نفطر، باقي ما فطرش. راكم عارفين الفطور ديال العيد الكبير ضروري خصك تدخل فيه الحلاوه، كيكه مسمن وهاد العيبات هادو. المهم عندي انا هو الويسكي هذا اسهل. جيت نفطر دابا باش نطلع نكمل الحولي الثاني، وراه غادي نهود لتحت للزنقه وغاتعيشوا مع الاجواء كيفاش كنعيشوا في اناسي. اناسي سكنوا على اناسي معروف في منطقه فيها بزاف ديال البنادم، وراكم شنو كنت كندير شحال هادي. وهذا هو البلان. وراه الخوت حنا كملنا الحوله بجوج دابا يا خويا، الله يعطيك الصحه خويا، تبارك الله عليك. كملنا الحوالي بجوج دابا، دابا غنهود الزنقه ونوريكم الاجواء ديال العيد في المغرب، وخصوصا في اناسي كيفاش دايره. عاد الدمايات وتشواط الريوسه وجمع البطايل وكشي كامل، كشي كامل دوزتو انا. المهم كامل غتعيشوا معايا دابا ان شاء الله. ياك عزيه؟ اه. قول لهم شي كلمه؟ دور معاك الجمهور، قول لهم شي كلمه. دعي معاهم ولا قول لهم شي حاجه بحالك. الله يسهل عليكم. الله يسهل عليكم. هما خوت الحواله، هما بجوج جبات مع الوالده تعدل اللي بغات كلشي ديالها، وبقات تاخذ بجوج ما عنديش مشكل. المهم انا ليسونسيال، وانا عييت مع وليداتي، عييت مع مهمتي، حاولت نفرحهم. هادشي اللي كاين، وراه ما كنتش كنقول راني فرحان بزاف. ودابا غنهود لتحت نربط ورا في الدرب نشوف كلشي. واللي واعره هي اليوم غادي نتريني على الصاد، واخا العيد نكمل شغل العيبات، نعيط لدري صاحبي صديق العمر ونمشي ندير له فلاصه ان شاء الله، ونديروا احسن تفرقع اليوم. هذا هو البلان. واحد شويه نبقى لا نخرج الدرب دابا باش تعرفوا الاجواء عندنا في العيد كيفاش دايره. باش دخلك بالله اخويا غتلقى شي عيد في شي بلاصه بحال هكا، موسيقى وبلباله شويه ريوسه. هذه الحرفه الاولى كنت كندير اخوت، ملي كنت شحال هذه كنجي كنشوط الريوسه انا كنجمع البطين. دابا بلاصتي دابا يحرسوا لي على الفا ولا كيفاش؟ ها هو البلان. ها شوف عشرين كلشي محيح موسيقى كاين اخوت طبلة في قصيو. الله تعالى انا سي بالرب. العشرين صديق الطفوله لقيتو كيشوط الريوسه. والله يا الخوت كنا كنضربو تماره، ولكن الحمد لله كنا يا ربي تسمح لنا. كنا مول 50 كيدي ديال 20 ومول 20 كيدي ديال 70، كنا كنحيدو اليوم ذاك الكرون صافي كل يوم بحال بحال، ومع التليفون اما رجلين كيدوبوا هذوك ما بقاش عاقل عليهم كاع. اللي جابك اربعه كضرب ليه جوج، واللي الله يسمح لنا وصافي. اخويا كانت النية مورا قلت لكم هي باش كنجمع البطين. راه شافوا الشوايه، شافوا كلشي. واحد العام انا نعاود لكم واحد العيب باش تكونوا عارفين. واحد العام
دابا شوط الريوسه كلشي ولا كيشوط الريوسه مابقاش فيها الكاميرا بحال الاول. كتشري شي 1200 1300 درهم في نهار العيد، يعني نهار العيد 1300 درهم تجيبها، حيت نهار العيد كتخسر فلوس اكثر ما كتدخل، فهمتي؟ كتجيب 1300 درهم راه يا سلام. اش كنا كندير عاوتاني؟ كنا اول حاجه كطلع كدوش وكتاخد شيته وكتحيد هذوك الكحولين اللي في الدفار عندك هنايا، في العشيه كتبس حوايجات العماسي وكتفركس وكتمشي فين كتمشي؟ كتمشي للابواط. المشكل اللي واعره هي كل اللي في الابواط كلهم مشوطين الريوسه باينين، فهمتي؟ كلشي مشوط الريوسه وكيجي كيدير فيك واحد انا عارفه هو راه عارف مشوط الريوسه باش جينا هنايا. وكما قلت لكم وراها صافي كلشي ولا كيشوط الريوسه كتقلب نجمع البطين. كنزيد واحد البيكار بيتوين الله يلا بيتوين، كنزيد واحد البيكار بيتوين كعمل ديال كارديو وتماره بيكار كيعطي 20 دابا كل موبل فيه 10 ولا 20 بارتمون. الحمد لله صورتي زوينه كيعيطوا لي الو جيج مالك بيكار 10 البطين شي كنلبسها شي كنحطها في كتافي، المهم كنحفظ كنحطها في واحد القنص. واش مات قيام هذا البطين هذيك النهار الخوت دبرت شي 2800 درهم دبرت في ديك النهاريات حلاله طيبه حتى كتاكل الحولي حسب راسك انت فهمتي الكعبه ديال الاول اللي كاين فابور ضمنتي فلوس الحولي اللي خسرتي ضمنتي فلوس مريح يا سلام. كدور مع الوالده الخوت العشره اللعيبات كتشاط واحد البركه عرفتي. دابا جيت كنشوف الدراري كيشوطوا اللعيبات تديك لوني بغيت نعاونهم لكن صافي كبرنا شرفنا هذا اللي خليو الدراري يدبروا راسهم دابا هذا هو البلان. رايحين غير في السطح مابغيناش نريحوا في الدار كنجيو غير في السطح طلعنا واحد اللعيبات مريحين مرتدين شويه دابا كتبان نعم السي مع الوليدات والوالده والخوت يا سلام. قول لهم شي حاجه قول لهم شي لعيب كنبغيكم بزاف. وانت فين كتعرفيهم اصلا باش تبغيهم بزاف؟ كتعرفوا كدابا سلام. من بعد ما كملنا قصينا ارتحينا درت واحد القيلوله نط دابايا في غنمشي وغنمشيو نفرقوا العض للدراري دابايا غنمشي على شي ديال بحال لاصاك ديال جديد الدراري تما ان شاء الله تكون اول حصه ديالي وغندي معايا الدراري باش نشدو السم تماك ونبارطاجي معاهم هذا هو البلان. والعزيه نحن ماذا؟ نحن قادمون هذا هو البلان. الصعب انا نمشي بويسه نبوسك هذا هو البلان. خوت المهم حنا غادي لاصال الرباعة انت اخ عبدو اخ امين واخ المعصب رضوان الله يحفظك اخويا اللي معصب اكثر منك غادي نمشيو اخويا نضربوا العضلة. المشكلة باقي الناس باقا كتشوي باقا اللعيبات حنا اخويا ضروري نضربوا العضلة هذا هو البلان غتعيشوا معنا كل واحد كيفاش غيديني اليوم مواصلوا البلان كيفاش داير. وصلنا لبلاصة على الخوت سميتو باور جيم هو ديال شتيري خصني نجي نتريح انا وياه يا بسم الله يا فتحي يعني وحنا اللي فهمتي حاجة صار فيها بوحدنا حنا ما فيه حتى واحد هذا هو البلان العشران عضلة فين اخويا شنضربوا اليوم؟ اليوم اه داكشي اللي غادي تضرب زعما الخوت راه صرخا وما واحد حنا ترينو راسنا وهذا هو البلان.
عشرة من بعد الحصة اللي ضربتها البارح ضربتها في لاصال، حصة نهار العيد ضربت قدام غتشوفوا تكون شو الفيديو. جيت دابا انا وبير عاطلت مشينا عند كانز كورا باش ناخذ الباك ديال الضخامة، تشوف الباك اللي غناخذ ان شاء الله، وهذا هو البلان باش نطلعوا لاس فيغاس وهذاك مفرقعين ان شاء الله. المهم على المحل من هنا ملي كنت كناخذ بروتينات ومن هنا باش كنبريباري، واخا كنت في الكويت كانت كتوصلني السلعه حتى الكويت. المهم الباك اللي غادي ناخذ حتى واحد نشوفوه دابا، هذا هو البلان. عشرين هو الباك اللي غادي ناخذ، خديت بروستر واي هذا ديجا مجربو عارف شنو ساوي، ما اصلا جوج بلا ما ندوي عليه، تو ديجا مجربو هذا كيف انا مزيان في الضخامه وما غنستعمل هاد الجوج في فتره الضخامه. هذا عمري ما جربته، غنجربو غنشوف الريزلت ان شاء الله. هو البري ورك اوت وهذا على ما سمعت راه قالوا لي بحال كتاكل فياغرا، هادو مزيان الناس اللي صحاب السبت راه خدام لهم مزيان هذا تا هو ماكلا ودوا يا خويا بيرا. المهم تقاش عاود ثاني يلاه العشرين. ورا خوت خدينا اللعيبات وما حطيناهم اللور، حنا غادي مع الفرده ديالي بيرا راه عام الشو اصلو الجديد الاخر دابا ان شاء الله. مشاو دابا نقصيو نفرقوها بشي روبا صافي بشي روبا جماعي. الكويتي لازم 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 شي روبا تكون مزيانه، هذا هو البلان.